السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف تيفي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في هذا الخبر اللي بطبيعة الحال كنقله لكم من إسبانيا. وهذه الأيام لا حديث إلا عن الهجرة السرية صوب بطبيعة الحال مليليا المحتلة أو سبتة المحتلة. وانتم كشفتوا الواقعة نتاع المضيق اللي راح ضحيتها شباب بطبيعة الحال، منهم من نجا ومنهم من لقي حتفه، إن لله وإنا إليه راجعون. فبطبيعة الحال لا يختلف الوضع بمليليا المحتلة، حيث حاول 60 مهاجر سري اقتحام السياج، لكن السلطات المغربية تدخلت في الوقت المناسب ومنعتهم من اقتحام هذا السياج، والعدد ديالهم بلغ 60 مهاجرا سريا متتبعي قناة شوف تيفي. هذه العملية دائما كتتم في مدينة الناظور، وهي العملية الثالثة أو العملية بطبيعة الحال الثالثة في أقل من شهر. يعني مهاجرين سريين مختلف الجنسيات، سوريين تيكونوا كذلك يعني اسيويين، كيكونوا كذلك دول من جنوب الصحراء، كيكونوا فيهم بعض الجزائريين الى غير ذلك، كلهم تيبغيو انهم يدخلوا المليلية المحتلة، لكن السلطات المغربية تدخلت في الوقت المناسب ومنعتهم من اقتحام السياج. وهذا ما تداولته بطبيعة الحال الصحف الإسبانية في هذا الصباح متتبعي قناة شوف تيفي. وانتم شفتوا الواقعه اللي كانت وقعت خلال هذ اليومين السابقه بطبيعه الحال ديال المضيق. فالسلطات الامنيه بمختلف تلاوينها بطبيعه الحال كانوا رجال الامن، القوات المساعده الى غير ذلك، حراس الحدود بين مليليا والناظور، خصوصا المرابطة على مستوى المعبر الحدودي الرابط بين مدينة بني سار ومليليا. هادوك بطبيعة الحال قاموا بواحد المجهود اللي هو كبير من أجل يعني صد المهاجرين، صد هاد المهاجرين السريين من اقتحام هاد السياج الفاصل بين مليليا وبني أنصار. المصادر بطبيعة الحال ديال قناة شوف تيفي تضيف أن القوات الأمنية التي عاشت حالة من الاصطفار تمكنت من التصدي للمهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء قبل وصولهم إلى السياج. و بطبيعة الحال العدد ديالهم كما قلت في السابق إخواني اللي ما متبعش معنا هذا البث المباشر، العدد ديالهم بلغ بطبيعة الحال 60 مهاجر سري. كذلك المصادر ديال القناة شوف تيفي، المصادر ديالنا من مليليا المحتلة تؤكد أن الاستنفار كبير 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 كان بين فين داخل عناصر الحرس المدني الإسباني الذي كان مستعدا بطبيعة الحال فور تلقيه يعني أخبار بأخبار يعني فاش وصلوا هاد الناس للقرياج هادو وسمعوا الحركة ديال الأمن المغربي كيتصدر هاد الناس هادو بطبيعة الحال أخبروا مختلف الأجهزة من أجل الاستعداد لوقف هذا الاقتحام، لكن السلطات المغربية كانت لوحدها كافية من أجل التصدي للمهاجرين السريين الذي بلغ عددهم طبعاً الحال متتبعي قناة شوف تيفي 60 مهاجر سري. فالمصادر كذلك ديال قناة شوف تيفي دائما من مليليا تؤكد أن هذه المحاولة فهي الثالثة في أقل من شهر، هذه المحاولة هي الثالثة أقل من شهر، حيث تمكن عدد من المهاجرين السريين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وضمنهم قاصرين مغاربة من اقتحام سياج الحدود في الليلة الأخيرة من شهر مارس الماضي. كانوا شي وحدين فيهم تلقاصرين مغاربة وفيهم يعني حراقة من دول جنوب الصحراء طبعاً بحال أفارقة، حتى هما اقتحموا هذا الكرياج هذا ونجحوا في الوصول الى مليليا المحتله. كما حاول اخرون قبل اسبوعين من تكرار العمليه، لكن السلطات الامنيه ببنينصار اجهضتها في ظرف وجيز. يعني السلطات ديال بنينصار والسلطات ديال مدينه الناظور والسلطات المغربيه بصفه عامه على الحدود ديال مليليا لا تنام 24 ساعه. طبعا الحال كاين مجموعات كتبدل، لكن القوات المساعده والامن الوطني والدرك اللي كاينين تما دائما في الحدود
الحدود يعني 24 ساعة على 24 ساعة كاين حراسة بالكاميرات، حراسة بالسيارات، حراسة كذا. لكن طبعا الحال فاش كيجيو هاد المهاجرين كيجيو هاجمين، يعني كيجيو 60 100 200 وكيهجموا مباشرة على الكرياج وعلى خفلة متتبعي قناة شوف تيفي. وانتم راكم عارفين طبعا الحال انه ازيد من 70 مهاجر خلال نهاية هذا الاسبوع المنصرم حاول الوصول الى مدينة سبتة المحتلة، وذلك خلال يوم السبت والاحد. فانطلقوا من مدينة الفنيدق وتطوان يعني القريبة من سبتة. فكنتمنى ان شاء الله ان الانسان ما يغامرش بهذه المغامرة، لانه شفنا ضحايا، شفنا جنازة اللي اطرات في قلوب المغاربة بطبعة الحال وتابعتها قناة شوف تيفي عبر مراسلها المتواجدة في تطوان. فإن لله وإن إليه راجعون متتبعي قناة شوف تيفي. نعيد ونكرر أن السلطات بمدينة الناظور بمدينة بنصار على الحدود بطبعة الحال الفاصلة بين بنصار ومليلية تمكنت من إجهاض محاولة لاقتحام السياج لستون مهاجرا سريا ينتمون إلى دول جنوب الصحراء متتبعي قناة شوف تيفي، ويستغلون الغابات المجاورة لمدينة مليلية كمسكن لهم مؤقت، ريثما يعني أنه إلقاوا الفرصة من أجل اقتحام هذا السياج. دمتم في رعاية الله، كنا معكم في هذا الخبر متتبعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.